وائل، ايه اللي جابك هنا؟ وحشتيني. انا عرفت ان انت اعتذرت عن الاشراف عن رسالة الماجستير بتاعتي. شكرا. والله انا بحاول اعمل اللي يريحك، نفس الوقت بحاول اخفف الضغط من عليك شويه. وانت لما تيجي ورايا هنا انت كده بتخفف الضغط من عليا؟ انا اتمنى ان انا اكون موجود هنا عشانك انت بس. بس انا عندي شغل هنا في سكيورتي. انت من امتى ماسك السكيورتي بتاع الريزورت؟ كارما، انت عارف ان انا شغال فريلانس، شغال في الشركه دي زي غيرها. انت هتقعد هنا؟ يومين. تشرف. اهلا كفاره هندسه، اتخرجت امتى؟ انت عارف انا خرجت امتى؟ اخبارك ايه يا باشمهندس؟ احسن منك، اكيد لازم اكون احسن منك. يا ترى بقى انت جاي هنا في شغل ولا زياره؟ شغال هنا تكنيكال؟ لا، حسابات. اكيد مش تعرف برضه انت في موضوع التكنيكال ده ما كنتش قوي يعني. وائل سيبيها يا استاذه كرم. استاذه؟ انا ممكن اكون مهندس فاشل بس مش بوشين، مع اني عارف كويس قوي وشك التاني يا باشمهندس. أربعة وعشرين اتناشر، أول هدية جبالها. أشوفك تاني يا كرمه.